السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني يا شيخ، قضية الدعاء، قول الشخص لأخيه لا تنسنا يا أخي من دعائك، ما لكم تفصيل في هذا الأمر مع ذكر قول الله عليه وسلم لعكاشة عندما قال له لا يعني اللهم ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله؟ الدعاء يعني طلب الدعاء من الغير إن كان لمصلحة عامة فلا بأس به، مثل ما حصل للأعرابي الذي دخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. وفي الجمعة الثانية قال هذا الرجل أو غيره غرق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكه، فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة للغير فهو بمنزلة الشافع. أما إذا كان لمصلحة الخاصة فهذا إن كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يسأل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. أما إذا كان من غيره فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في المسألة المذمومة، فلا تقل لأحد ادعو الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو. وكيف يكون مصلحة له؟ يكون مصلحة له لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، والله يحب المحسنين، ولأنه إذا دعا لك قال الملك آمين ولك بمثله فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب. أما إذا قصد مجرد مصلحة نفسه أي الطالب فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. وفيه أيضا محذور آخر وهو أنه قد يعتمد على دعاء هذا الرجل ولا يدعوه لنفسه. وفيه مسألة ثالثة وهو أن المسؤول ربما يغتر ويرى أنه رجل صالح يطلب دعاؤه فيزهو بنفسه ويعلو بنفسه، فأنت يا أخي ادعو الله أنت بنفسك لأن دعاءك لله عبادة سواء أجابك أم لم يجبك، ودعاؤك ربك صلة بينك وبينه، فألح على الله في الدعاء بدل من أن تقول لشخص من الناس ادعو الله لي. حديث عمر لا تنسني يا أخي من صلاة دعاك هذا ضعيف. نعم.